استاذ حسن فضل الله، مساء الخير. مساء الخير إليك ولضيوفك ولمشاهدينك. حضرتك ابن بلده عيناتها، بدنا بالبدايه نعزيك ونعزي كل اهل عيناتها بالذي حدث اليوم. هذه الجريمه المروعه التي حدثت بحق مدنيين ابرياء وبحق اطفال، ماذا يمكن ان يقال حول هذا التطور الخطر الذي حدث اليوم؟ خليني أحكي بالجانب الإنساني بداية. طبعا تعزية لصديق ابن البلدة بين أيوب، وإني بيت شهداء على كل حال، والده ووالدته واليوم بنت عمه. هاي الجريمة اليوم اللي ارتكبها العدو الإسرائيلي بتبين الحقيقية اللي نحن بنعرفها، وأيضا بتبين هوية الذي يدعم هذه الجرائم. وهذا الدم دم هؤلاء الأطفال، الفتيات الثلاثة، دم جدتهم والله يشفي والدتهم بالمستشفى، نقلناها على مستشفى الشيخ راغب عند يعني بعض الإجراءات الصحية، الله يشفيها ويصبرها ويربط على قلبها، لأنه وقت إن كانت بعد جبيل يعني حاولوا ما يخبروها وما كان عندها علم بعد باستشهاد البنات الثلاثة. هذا الدم كنت عم أقول دم هؤلاء الأطفال بفرجينا صورة عما أيضا يحدث في غزة. نحن وعم نشوف هذا المشهد بلبنان بده يضل المشهد ايضا امامنا في غزه، كم من الاف الاطفال قضوا. صوره المراه التي تخرج من تحت الركام وفي يدها الطفل الشهيد، تقول غزه لن تموت وبدنا نتمسك بغزه وبدنا نتمسك بالمقاومه وبدنا نواجه هذا العدوان. اليوم هذه الجريمه هي جريمه ضد الانسانيه، جريمه الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والتي ارتكبتها في لبنان. بالتأكيد هذا تطور خطير وكبير بنحكي عنه، لكن كلنا أهل عزاء اليوم في لبنان، مفترض هيك. هذه جريمة كل اللبنانيين اليوم يتعاطوا معها أنها تطالهم، تطال أطفال من بلدهم، تطال بلدهم. الكل مفترض يكونوا في حالة تضامن، في حالة استنكار، وهذا اللي بيعتقدوا. شفنا المواقف والبيانات طبعا وقت العزاء، صحيح الاهل المباشرين، لكن العائله يعني الواهب والد الاطفال بعده كان مسافر لبكره ليجي، بنعزي العائله، بنعزي اهل البلده، بنعزي اهل البلدات الثلاثه. تشترك ثلاث قرى في هذه المصيبه اليوم الانسانيه، ولا بحكي عن الشق الاخر اللي هن بليده وعيطرون وعيناتها، لانه من ثلاث قرى الشهداء، ترابط العائلات بين هذه القرى الثلاثه، وكانت هذه السياره تمر بين هذه القرى في طريق عادية طبيعية، يعني بعيدة عن الاستهدافات. نحن نعتقد أن العدو تقصد هذا القتل اليوم، مش نعتقد، أكيد تقصد هذا القتل، هو يعرف من قصف، يعرف أنه هي سيارات مدنية، وارتكب هذه الجريمة عن سابق تصور، والمقاومة قامت بالرد على المستوطنات وأعلنت عن هذا الامر. فاذا في المقطع الاول خلينا نقول في الجانب الانساني هناك الم وحزن، صوره جدا محزنه، يمكن ما بدنا نحكي على التلفزيون كيف كان وضعيه هؤلاء الشهداء الجدي والاطفال عندما اصيبت السياره. يمكن هلا خالهم صديقنا ايضا سمير بيقدر يحكي اكثر لانه هو كان مواكب، لكن كنا امام مشهد حقيقه مروع مؤلم جدا اللي هؤلاء الأطفال البريئين اللي كانوا صامدين مع أهلهم بالقرية فوق أن كان بليدة وكانوا جايين على على عيناتها. طيب استاذ فضل الله، بس لأنه يعني اللي عم بيسمعنا بيتوقع أن أسألك، يعني هل نحن أمام معادلة جديدة؟ هل تغيرت المعادلات؟ يعني حضرتك كان تصريحك المباشر نحن أمام جريمة خطرة ضد المدنيين والعدو سيدفع ثمن ذلك. سماحة السيد نصر الله تحدث عن مدني مقابل مدني، اليوم هل تغيرت المعادلات فينا نعتبر؟ معادلة المدنيين فورا ستها المقاومة عندما ردت وأعلنت عن الرد على المستوطنات وقالت في لن أتسامح مع العدو الإسرائيلي أمام أي هدف للمدنيين. المواجهة على مدى شهر قضى فيها بعض المدنيين خلال المواجهة والمقاومة ردت، لكن هذا جاءت بطريقة مختلفة عن سياق كل المواجهة اللي كانت حاصلة طيلة الشهر اللي مرق بين المقاومة والعدو الإسرائيلي. المقاومين كانوا عم يقدموا دم
من أجل أن يحموا المدنيين عم يقاتلوا بمعركة مختلفة عن حرب تموز و93 و96 وتقدير يرتقي لنا شهداء لأنه عم يقاتلوا على حافة الحدود خارج المناطق المدنية. المكان اللي استهدفت فيه السيارة خارج نطاق المواجهة اللي عم تحصل على نطاق ضيق على الحدود عن بعد أمتار أحيانا من مسافة صفر، ولذلك هول الشهداء وقت عم يقاتلوا على هذيك الحدود حتى ما يقاتلوا من بين القرى ومن بين المدنيين ويحمي المدنيين. العدو استهدف السيارة، وبالتالي المعادلة التي أرستها المقاومة وأكد عليها سماحة السيد فورا طبقت. يعني نحن ما انتظرنا لا يوم ولا يومين، عندما وقعت هذه الجريمة المقاومة استهدفت كريات شمونة وأعلنت في بيانها، وبالتأكيد نحن ليس فقط أننا ملتزمون هذه المعادلة ونكرس هذه المعادلة، نحن نطبق هذه المعادلة. أي استهداف للمدنيين لن يبقى من دون رد، والرد الفوري، ورأينا مثل هذا الرد. لذلك المعادلة القائمة اليوم قائمة ونحن متمسكين فيها وسنواصل تطبيقها، ودم المدنيين لن يبقى على الأرض. إذن دم المدنيين، يعني قصف مستعمرة كريات شمونة بصواريخ جراد ردا على جريمة عيناتا كما صدر ببيان الحزب هو الرد على هذه الجريمة التي حدثت اليوم. يعني فينا نعتبر أنه الرد حصل اليوم. لا شغلة سيجول، نكون كمان حين، يعني مثل ما قال سمحت السيد وأنا سميته خطاب واضح فيه، نحن مننا معنيين والإسرائيلي ما هي الخطوات الميدانية التي ستقوم بها، ومننا معنيين أبدا أن نفصح له عن أي أمر قد يستفيد منه إذا قلنا له هذا هو رد النهائي أو غير الرد النهائي. المقاومة عندما تقوم بعمل تعلن عنه، عندما تقصف تعلن عن القصف، عندما تستهدف تعلن عن الاستهداف. نحن كل أمر عم نقوم فيه بمواجهة العدو وبيكون ضمن معادلات معينة عم نعلن عنه، اليوم بدي أقول له هذا رد النهائي أو غير الرد النهائي. المقاومة ردت على هذه الجريمة بقصف كريات شمونة، الخطوات اللاحقة نحن ماخذين قرار من أول يوم ألا نقول للعدو عن هذه الخطوات، عن أي خطوة لاحقة. ماذا سنفعل؟ هذا الأمر جوابه في الميدان، يعني دائما الميدان هو الذي يعطي الجواب. حتى أمام كل الرسائل التي وصلت من دول عديدة حول ماذا سنفعل كان دائما الرد تسمعون الجواب في الميدان، وأقول اليوم للعدو دائما ستسمع الرد والجواب في الميدان، لن نخرج على الإعلام لنقول لك شو بدنا نعمل. نعم، شكرا لك أستاذ حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة على هذه المداخلة الليلة. شكرا لك، ومجددا نجدد تعزينا الحارة لك ولكل أهل عيناته.